شباب الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من فقرة الليبراليات. اليوم ضيفي المحامي أسامة السند. مساكم الله بخير ومساك الله بخير. شلونك؟ بخير دامك بخير. شو أخبارك؟ الحين صامدين فترة كورونا. صامدين؟ الكل صامد. إلى اليوم. راح أبدي وياك في الوضع السياسي بشكل عام. شلون تشوف الوضع السياسي؟ الوضع السياسي بشكل عام يعني أشوفه من ناحية الانتخابات وما جرى بعد الانتخابات فترة الماضية. صحيح. وفي دور الانعقاد الأول. دور الانعقاد الأول صحيح. والآن من وكذلك عودة نواب المعارضة بعد العفو الكريم عنهم. يعني الوضع متأزم. متأزم. متأزم جدا. بقى متأزم. كان متأزما وبقى متأزم. وسيبقى متأزما. متأزما. اليوم احنا عندنا نواب الأسباب. نواب سابقون ونواب حاليون، صح ولا لا؟ عندنا 50 سابقين 50 حاليين موجودين. الـ50 السابقين منهم ما بقى ومنهم ما رحل ومنهم من توفاه الله الله يرحمه، ولكن هناك نواب كانوا على مدى سنوات ماضية معارضين مثل سلم براك، جمعان الحربش، صحيح، وكذلك وليد طرطبائي المسلم، فمجموعة من النواب هؤلاء صحيح. اليوم موجودين بالساحة. صحيح. زين هؤلاء دورهم شنو؟ سياسي تماما، مو بس سياسي، دورهم انتخابي. انتخابي. انتخابي سياسي. يعني عندنا اليوم احنا راح نشوف النواب العائدين من الخارج راح يكون عندهم يعني مثل ما يقولون هذا التأثير السياسي. ممكن ممكن. علشان كذي أنا أحب أوضح نقطة واحدة. هؤلاء يعني ما تركوا عباءة وجودهم كنواب سابقين إلى اليوم. إلى الآن. إلى اليوم. إلى اليوم الحالي وإلى الآن يعتقدون أنهم مؤثرين. أنا أحترم الجميع منهم، ولكن خلنا نتكلم عن الواقع. اليوم أنت نائب سابق، يفترض أن دورك انتهى بذاك الزمن. خلاص اليوم مرت 7 سنوات. انتهى. أكثر. زين. من موجودك أنت كنائب. واليوم كذلك المجلس 2016 انتهى، صح ولا لا؟ صح. في مجلس جديد. إذن اليوم أنت لمتى راح تكون مؤثر؟ اليوم يعني اللي إحنا قاعد نشوفه الوضع الحالي هي مجرد دخول في أزمات تتوالد منها أزمات. عرفت هذا؟ يعني أزمة خلف أزمة خلف أزمة خلف أزمة. يعني أنا ما أقول إن عدم وجود معارضة شيء صحي أو إني أنا أشجع الحكومة في نهج النهجها الحالي، لا لا أبدا أبدا. ولكن اللي إحنا قاعد نشوفه لا ضوء في الأفق، لا ضوء في الأفق. لا ضوء في هناك الأفق. يعني مجموعة نواب معارضين سابقين إلى اليوم عندهم أجندات سياسية أسميها، وممكن يتحسس البعض من مسمى أجندات، ولكن أنا قصدي أن عندهم مثلا أهداف إصلاحية سياسية نسميها كنوع من التلطيف على مسمى أجندات، وكذلك نواب حالي أيضا عندهم أهداف سياسية وأجندات سياسية. صحيح ولا لا؟ هل يعني إحنا اللي قاعد نشوفه اليوم صار هناك شنو مثل يعني انقسام فريقين. فريقين، فريق نواب حاليين يتصادمون مع فريق نواب السابقين المعفو عنهم، صحيح ولا لا؟ يعني اليوم كذلك شنو عندنا؟ صار فريق ثالث. زين يعني جماعة الفريق الثالث عبيد الوسمي صار كأنه فريق بروحه، صح ولا لا؟ فريق بروحه صح. أنا أشوف شوف في عدم وضوح في الطريق، عدم وضوح في الطريق. فإحنا أنا أشوف كالوضع السياسي بشكل عام هو وضع مأساوي. عادة لابد أن تكون هناك شنو مجلس نواب وحكومة، ويكون الصراع دائر ما بينهم في قاعة عبد الله السالم. طبعا دون أن يكون هناك يعني مثل دون أن يتسبب هذا الصراع في أزمات فعلية للدولة. ولكن اللي قاعد يصير اليوم يعني صار هناك كأنه بيت كبير، أزمات متتالية ما بين الفريقين. بيت كبير كل غرفة فيها من البيت هذا في هوشة، كل زاوية في هوشة، الحوش فيه ناس يتهاوش بروحهم، نواب بروحهم يتهاوشون. احنا ما ندري صفة النواب اللي برا المجلس المعارضين شنو صفتهم اليوم، ولا النواب الحاليين شنو يعني شنو قاعد يأدون؟ هل هم مجرد تابعين لهؤلاء؟ شنو دورهم؟ أو دورهم شنو؟ لأن احنا قاعد نشوف تعدد الأهداف. هناك أهداف للنواب المعفو عنهم، هناك أهداف أخرى للنواب الحاليين، هناك نواب حكوميين أيضا موجودين، وهناك أهداف للحكومة. اليوم احنا كيف نوازن بين هذه يعني أو هذا التضارب الكبير في المصالح السياسية؟ ما راح يكون في تصالح. وكذلك يعني إذا كان هناك من يرى أن هذه هي الطريقة الصحيحة لعمل الديمقراطي هو مخطئ تماما. احنا اليوم احنا قاعد نشوف شنو هناك رموز لهم محبتهم من غالبية أو كثير من أهل الكويت أو من الناس
المؤيدين لهذا النهج المعارض اللي يهدف دائما للإصلاح، بقى هذا يعني خلينا نسميه بقى هذا الحب لهذه الرموز انزين الى اليوم الحالي. اوكي انت تحبه، ولكن ما يعني ان هذا الرمز سوف يستمر للابد موجود بالشكل هذا الى الابد. اليوم الحالي لابد ان تفصل الواقع عن الاحلام السياسيه، صح ولا احنا مفترض ان مرينا في مرحله الطفوله الديمقراطيه وانتهت يعني احنا اليوم، لكن الى في مرحله الطفوله الديمقراطيه يعني صح ولا لين اليوم، لين اليوم نمر لين اليوم انت تعتبر اللي احنا قاعد نمر فيه طفولة ديمقراطية. طفولة ديمقراطية. طفولة ديمقراطية. طفولة ديمقراطية. اليوم الحالي يفترض أن يكون لمجلس الأمة أهداف حقيقية موجودة. خل أقول لك يعني خلينا نتكلم، إحنا مو بس عن نخاطب عواطف الناس أو نائب معارض ونائب سابق ونائب معفو عنه، لا لا لا، إحنا خلينا نتكلم عن أمر آخر فعليا. دور المجلس اليوم الحالي اختفى تماما. دور مجلس الأمة في أي دولة ديمقراطية ما يكون هو شنو مصدر يعني أو مشرع. مشرع رقيب، هو سلطة، السلطة التشريعية. وإنزين نعرف كلنا بالدستور الكويت هناك ثلاث سلطات، التنفيذية والقضائية والتشريعية. صح. اليوم أنت تملك أن تنشئ قوانين أو تنشئ شركات خاصة أو تنشئ حتى مدن ترفيهية أو تنشئ حتى جزر صناعية أو ولكن حتى ولكن 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 في عندنا ناس ثاني قاعد يقولون ان اليوم احنا قاعدين نشوف السلطه التشريعيه غارقه في المعارك الشخصانيه. صح صح. ما هي الاسباب ان صار السلطه التشريعيه في هذا الدنو اليوم الحالي؟ عندنا 50 نائب، ودائما اقولها 50 نائب 50 خطه، كل نواب 5 4 مسوين كتله، كل نواب شو اسمه كان قاعد يمسوق لي معه بصراحه نسميها احنا سوق لي معه. شوف زين، وسوق لي معه فعلا. اليوم الحالي ما عاد في مجال احنا نجامل بصراحه. زين، احنا قاعدين اليوم كل واحد مسوي له بسطه وقاعد وتجمع عنده قوانين الخاصه وعنده كذي. هذا مو شغل، هذه مو ديمقراطيه ولا عمل ديمقراطي. اليوم الحالي كذلك كثير من النواب وحتى زين منهم زين يعني ولا نستثني احدا، جميع النواب ما حد فيهم قدم خطة مرموقة أو خطة حقيقية لبناء دولة مثلاً. مثلاً يقول لي أنا وين أقدم خطة لبناء دولة؟ زين ليش داش أنت نائب؟ ليش داش مجلس الأمة؟ صح ولا لا؟ يفترض أن تقدم خطط ويعني تحاول أنك أنت شنو يعني تستحوذ أو تأخذ أغلبية النواب الموجودين. دام أننا بحالة متفرقة 50 نائب بدون وجود أحزاب، لابد على الأقل تكسب صوت شعبي، صح ولا لا؟ اليوم اللي احنا نشوفه هي مجرد مخاطبة المشاعر على الأهداف البسيطة، والأهداف المفروض أنه لا تحتاج مخاطبة المشاعر هي مثلا شنو؟ والدغدغة المشاعر مثلا التأمينات. صح، التأمينات موجودة، بس هذه ما هي خطة، ما هي خطة بناء دولة، صح ولا لا؟ التأمينات مفروض تكون يعني متقاعدين، التأمينات، الإسكان، الصحة، التعليم، هذه المفروض خطة تكون شنو ملازمة لأي مجالس موجودة سواء يعني تكلم فيها أحد ولا ما تكلم فيها أحد. هذه خطط لابد أن تتطور دائما وتكون فيها لجان مختصة لتطويرها. صح، ممكن يكون في خلل ما في 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 مؤسسة ما بالدولة ممكن تتمناها وتعدلها، ولكن بشكل عام أنت اليوم تبني دولة، صح ولا لا؟ صحيح. الدولة هذه بحاجة شنو؟ أن تواكب شقيقاتها أو جيرانها، صح صحيح ولا لا؟ صحيح. اليوم أنت 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 مو مواكب أحد نهائياً، يعني أنت الناس تتطور والناس قاعد تبني قطارات ومجمعات وتسوي صحيح مشاريع ضخمة. صحيح. اليوم أنت أنت وينك من هذا كله؟ صحيح. اليوم أنت شارع ما تقدر تعدله بالشارع، يعني شارع مكسر تبني، اليوم نفق يغرق بعد ما صار له سنه كمل مدته من انتهاء يغرق بسبب المطر. اليوم الحالي مدن قاعد تبنى دون وجود دراسات حقيقيه نموذجيه لبناء هذه المدن، دون وضع خطط مستقبليه حقيقيه. وضع خطط مستقبليه. اليوم الحالي دوله غنيه مثل الكويت يعني ليش تعاني من هذه الازمات؟ يعني انا اقول لي يعني يعني الشيء السبب من؟ هل هي يعني نقدر نقول ان هو السبب من اي جهه؟ أنا برأيي إيه؟ مجلس، السلطة التنفيذية، الناس. صح. منو؟ أنا برأيي يعني أعتقد أن هذه المشكلة نواجهها إحنا ليس فقط من مجلس كسلطة تشريعية أو كسلطة تنفيذية معبرة عن ذلك بالحكومة، لا لا لا، إحنا اليوم نواجه مشكلة عامة بالثقافة المحلية، ثقافة ديمقراطية، الديمقراطية المحلية. يعني 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 احنا اليوم هل احنا ما عندنا ثقافة ديمقراطية؟ هل الكويت يفتقرون حق الديمقراطية؟ مفهوم الديمقراطية
هل هو موجود عندنا؟ طبعا هو مفهوم الديمقراطية معروف عند العديد عند الناس انه شنو صوت الأغلبية، ولكن صح صح ما حفظ حقوق الأقلية، ولكن احنا اللي قاعد نشوف الموضوع على العكس تماما. صح، ولكن احنا ليش نحصر الديمقراطية بمفهومها البسيط هذا؟ زين، العملية الديمقراطية، ثقافة الديمقراطية مو بس تنحصر على صندوق اقتراع يعني وانتخاب، لا ابدا. مفهوم الديمقراطي انك انت شلون اليوم الحالي يكون هناك صندوق اقتراع، شلون توصل للافضل وكيف تختار الافضل وكيف تختار الناس اللي يبنون الوطن. ليش؟ لان الديمقراطيه هي ما تتكلم عن فقط حقوق للاغلبيه وصوت الاغلبيه الموجودين. زين، اليوم الحالي شنو هو صوت الاغلبيه الموجود؟ شنو صوت الاغلبيه؟ شنو صوت الاغلبيه؟ ما حد يدري شنو صوت الاغلبيه الموجود، عشان انت تختار صوت الاغلبيه. اليوم الحالي في مثلا في الدول الديمقراطيه الحقيقيه لديها احزاب، الأحزاب هي تفوز في مقاعد الأغلبية، فهي تمشي تقول لك إن هذا صوت الأغلبية، صح ولا؟ لكن أنت اليوم كمواطن إذا عندك عمليات يعني عملية ديمقراطية والثقافة الديمقراطية شلون تلزم عليك أن يعني تنظر لكل نائب، صح ولا لا؟ جميل جميل جميل. ولكن إحنا اليوم في الانتخابات الأخيرة صار هناك تغيير بواقع على ما راح أعتقد 61%. فمعناته هناك صار التغيير من الناس، فشنو بالضبط المشكلة؟ بس كم عدد الذين شاركوا في العملية الانتخابية؟ 55% كالعادة إلى 58%، أقل أكثر من ضعف 48 توصل. إنزين، فأنت كنت تتكلم تقريبا عن 50% أساسا ما صوتوا، صح ولا لا؟ ثم قال لك تغيير 60% عدل ولا؟ صح. أنت كنت تتكلم أقل من 20% مفترض يعني تحسبه، ولو أن ممكن حسبتي غلط أنا بشكل عام، ولكن اللي بوضحه كالتالي، الواضح نسبة التغيير هي نفس طريقة تغيير الأسماء، هي يعني بنفس طريقة الثقافة دائما. يعني أنت غيرت أسماء فقط، أنت ما غيرت يعني في إشكالية معني، أنت ممكن تغير سلوك نائب، صح ولا؟ أو هذا معارض وقمت تصوت ثم إلى شخص مؤيد للحكومة مثلا. إنزين، ولكن إحنا قاعد نشوف إنزين هناك تغيير في الأسماء، سواء عن طريق في الأسماء فقط وليس في الفكر، لكن سواء عن النواب مثلا اختلفوا بلجان فرعية مثلا، صح ولا لا؟ انتخابات فرعية، أو مثلا قوام أو أحزاب سياسية بالكويت مثلا الإخوان نزلوا مرشحين جديد، السالف نزلوا مرشحين يعني مرشح جديد مثلا، أو كذلك شنو؟ أن هناك عقلية الناخب اتجهت أن هذا الشخص خلاص ما نبي، ولكن اختار نفس اللي يناسب فكرة دائما ونفس التوجه السابق له. فإحنا اليوم يعني قاعد نختار مجرد تغيير شنو؟ أسماء دون المضمون، دون المضمون، أشكال دون المضمون. طبعا عملية انتخابية فيها مشاكل كثيرة، ولكن أنا أشوف اليوم أن لابد أن ننشئ يعني جيلا جديدا ثقافة واعية ديمقراطية، واعية ديمقراطية، بحيث أن ما تقبل أن يكون لديها مجلس ديمقراطي بالشكل هذا اللي موجود، ولكن النواب غير ديمقراطيين، النواب غير ديمقراطيين، غير ديمقراطيين تعتبره ممكن، ولكن مو بس فقط غير ديمقراطيين، يعني نواب يعني ما يملكون شيء يقدمونه للدوله سوى شغله واحده، رحيل رئيس الصحه، رحيل رئيس قانون الصحه، قانون مسكان، هذا قلنا شنو بالبدايه لازم يستمر مع كل المجالس مو بس انت، او شيء واحد رحيل الرئيس. زين، اليوم انت ما قدرت رئيسين ما رحلوا، شنو الحل؟ شنو نسوي يعني فعلا شنو نسوي؟ يعني احنا اليوم يعني صار لنا عشرات السنين زين متجمدين، يعني جامدون في مكاننا علشان فقط رحيل الرئيسين، مو بس رحيل، انا قاعد اقول لك عشرات سنين، مو بس رحيل الرئيسين، دائما مجال فيها مشكله دائما بين وزراء وبين حكومات، بين حكومات وبين نواب تسمى. ولكن على مدى سنوات اليوم كم مجلس موجود بالكويت، كم حكومه رحلت، كم حكومه أدت؟ جميل جميل. يعني الموضوع هذا راح يوديني الى شيء اخر. اليوم احنا صار لنا 58 سنه من التجربه البرلمانيه، ولا زال هناك صراع يعني مثل ما قاعدين نشوف ما بين السلطتين. لمتى هذا الصراع؟ 58 سنة وإحنا واقفين في مكاننا. شنو صحيح؟ تذكرتني في سالفة 58 سنة في شعر شهير حق أحمد مطر في بيت عناجي علي، يقول شنو 50 عاما
والنظام هو نظامه ما تغير الالوان والاسماء، صح ولا؟ احنا اليوم الحالي 58 عام، مو 50، 58 عام قاعد نواجه ما تغير نفس شيء. الطريقه، نفس الازمات، نفس مسببات الازمات، مجرد اعتراض على وزراء. وليش ما كان في وزير من قبيله فلانيه او عائله فلانيه كذلك؟ يعني الاسلوب نفسه، لا وجود لاي شيء جديد. 58 سنه هذا يدل ان احنا شنو، انها ما تعدينا مرحله المراهقه او حتى ما تعدينا مرحله الطفوله الديمقراطيه. الطفوله الديمقراطيه الطفوله ما عديناها. حلو، جميل جميل. ما هو سبب هذه الطفوله الديمقراطيه؟ هل هي نابعه من المجتمع ذاته اللي هو قاعد يفرخ هؤلاء النواب ولا شنو؟ انت قاعد تضحك. هذا سؤال صعب، لان انا اقول لك شغله، انا كنت اتكلم معك يعني خلف الهواء، قلت لك نعم صح، جاوبتك نعم، قلت لك ان المجتمع بحاجه الى يعني الاجيال القادمه، الاجيال الموجوده وراحت خلاص، يعني يصعب انك انت تغيرها يعني زين، يعني اجيالنا احنا ولا او جيل اكبر او اصغر منا بفتره قصيره، لكن اليوم الجيل او الطلبه نسميهم لابد من تعليمهم ثقافه يعني الديمقراطية والسلطات التشريعية والتنفيذية والمواطنة والأخلاق، وشلون أنت شنو أهداف الدولة، شنو هي المواطنة تحديدا، وشنو أهداف تنمية الدولة. اليوم إحنا نعتقد أو البعض يعتقد أن فقط القيادي هذا الذي يوضع في الدولة أو يأتي عن طريق برشوت أو ممكن الكرسي نبت فيه كم تنبت شجرة، ولكن هؤلاء هذا يعتقد وحيد أنه هو صاحب الحق أو هو صاحب الصوت الأصح والأكثر ذكاء في الدولة. احنا سبب تخلفنا بالشكل هذا هو شنو؟ أن هناك عدة قيادات في الدولة متمركزين ودائما يتوالدون، يعني ممكن هو يختار الشخص لنفسه أو يناسبه، صح ولا لا؟ هو مستحيل يختار الشخص اللي يعني يخلفه أنه يكون شنو أفضل منه، ولا لأن هذا كان ممكن خدمه من زمان مكانه. فاحنا دائما شنو يصير اللي قاعد يصير؟ ان هؤلاء الاشخاص طالما هم موجودين يعتقدون انهم المجرد الناس اللي تفكر صح وهم اللي عندهم الافكار الابداعيه الجميله، احنا ما راح يتغير شيء، لان راح يتم نفس العمليه كانها دائره وحلقه. فاليوم مطلوب تغيير عقليه الطالب ليصبح صاحب راي حر، راي حر وراي ممكن ينتقد فيه يعني الخطط التي تبنى للدوله. لان اليوم الحالي انت في دوله، اي دوله ما من حقك ان تعترض، صح ولا؟ لانك انت بالنهايه ما وضعت الخطه، ما هو اللي وضعها، صح ولا؟ لو انت وضعتها ما تعترض عليها، ولكن هم وضعوها، فانت من حق المواطن البسيط ان يعترض على كل شيء، على كل شيء. فهذا يسمونه المحاسبه، انت تحاسب حكومتك وتخيل بحيث انه يكون في ضغط شعبي لتعديل بعد الخطط الموجوده. اليوم احنا قاعد يصير تعديلات او تاثير شعبي والحكومه تغير توجهاتها، ولكن في مصائب وكوارث، يعني مثل كورونا، تسكر طياره تبطل طياره، مثل يعني هذه الامور يعني يفترض ان تكون يعني مو بالشكل هذا، يعني تكون عمليه متروكه لاختيار الشعب، يعني المفروض يكون في يعني في ناس موجودين في دراسات في شلون يعني في خطه بالضبط. يعني مثلا في خطه احنا فتحنا الطيارات او سوينا الخطه الفلانيه راح يكون مثلا اثارها 1 2 3، او اذا تركناها اثار اقتصاديه او ايا كان او صحيه، فانت تمشي على الخطه الموضوعه، صح ولا؟ هي العملية ما هي ان كل واحد يعني مثلا ممكن تلقيت بكره ممكن مليون واحد قالوا مقولة ما او قالوا اعتراض ما، بس هل يعني ان هذه مقولة ممكن تكون صحيحة او كلام اعتراض ممكن يكون صحيح؟ مو شرط، صح ولا لا؟ يعني انا اقول لك اليوم احنا صح نواجه مشاكل كثيرة في مفاهيم الديمقراطية ومفاهيم الحرية، مع العلم اللي انا بقوله شخصيا يعني احب اوضحه، احنا عندنا مشكلة رئيسية دائما الحريات ومفهوم الحضارة الإنسانية تأتي كاملة كقطار كامل، إن شاء الله. صحيح صحيح، إن شاء الله هذا أنا راح أتكلم عنه، ولكن أنت من قبل شوية ذكرت السلطة التنفيذية، ستشكل السلطة التنفيذية الرابعة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، شلون تشوف حكومات السابقة واللي تشوفها في الحكومة القادمة اللي أنت اتمناه من صباح الخالد؟ هي لو كانت على التمنيات تمشي كانت بالشكل هذا، كان اتمنى ولكن واضح جدا أن يعني الحكومات فشلت في رئاسة صباح الخالد أو سمو رئيس صباح تشوف الخالد. أن الموضوع فشل ذريع، هو سائد بالإضافة
ان اللي قاعد نسمع عنها قبل التشكيل ان هناك مثلا فئات معينه تطلب ان يكون في وزير منهم، صح ولا هاي ما هي حكومه تكنوقراطيه وحكومه محاصصه، صح؟ لاسكات النواب لابد ان شنو تكون هناك محاصصه بين الوزراء بحيث ان شنو ما تكون هناك عمليه استجواب وضغط على الحكومه. للاسف الشديد طريقه منهجيه الحكومه ما تتعلق باسم صباح الخالد، نهائيا ما تتعلق في اسم صباح الخالد، هي تتعلق في منهجيه الحكومه هذه، هي تتعلق في طريقتها وسلوكياتها بشكل عام. انت اليوم عندها مشكله الحكومه صباح الخالد شنو؟ دائما وكان المعركه هي معركه بينها وبين المجلس فقط، كان المعركه موجوده فقط منو يستجوب قبل، شلون وقف الاستجواب، شلون اجله مده سنه، شلون اجله اسبوعين، يعني العمليه منو يفوز ما بيننا، عرفت شلون؟ هم يلعبون العموم رمضان في كره قدم في ملاعب مغلقه، هي على بالهم ان مجلس هو بهذه الطريقه، عرفت؟ الكر والفر والقلعبة القطه والفار مع منو؟ مع منو. وماذا نسي من هذا؟ انا اقول لك ما هو ماذا نسي من ذلك كله؟ نسي الوطن، بناء الوطن، صح ولا لا؟ بناء الوطن. اليوم انت كلام بس لما حتى لو انك انت اليوم رحت فكرت انك انت شو تسوي؟ تستجوب، صح ولا لا؟ انزين استجواب شنو راح يسوي؟ راح يسوي مقابل زعزعه حكومه كامله. انا مو ضد الاستجواب، انا ما لي استجواب، ولكن اليوم عشان كذي انا اقول لك لابد ان نجد او النواب يجدون خطه ثانيه، يعني على الاقل بحث نوع من الاستقرار او ضرب الحكومه كلها، صح ولا الحكومه كلها. يعني انا اقول لك شغله، الحكومات واضح الحكومات ان بشكل عام سنوات طويله ما في اي جدوى من ذلك، مجرد الخلاف هو الخلاف نفسه وطريقه واسباب الخلاف هي نفسها. اليوم انت بتقول شنو الحل؟ ما حد يدري شنو الحل الا شنو تتغير طريقه اداره الحكومات، اداره الحكومات. لابد ان تتغير طريقه اداره هذه الدوله بشكل كامل. شلون؟ اليوم عندنا احنا فئه كبيره يعني من الوزراء يعني نفس الاسماء تتكرر في كثير من الحكومات، ممكن الحكومه السابقه مسكها بس قبل 4 سنوات مسك نفس الحكومه وهذه الدائره تمشي. اليوم احنا بحاجه ان تبدل او يبدل جميع الوزراء بوزراء شباب، سواء كانت الوزارات السياديه او الوزارات العاديه، لابد ان يوضع فيها جميعهم شبابا، يعني شباب. اليوم الحالي ما عاد يصلح في الوقت ان يعطى المتقاعدون، وانا مو اساءه ولكن اسميها افكار المتقاعده وليس متقاعده، هو افكاره متقاعده. شلون 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 يعني لا يعطى فيها اداره الدوله، صح ولا؟ انت اليوم الحالي كل الدول قامت تبنى على الشباب اليوم الحالي، صح ولا؟ صح. هو من يملك رؤيه، هو من يملك يعني فكره عن مستقبله، ليش؟ ان هناك يريد ان يعيش فيه. انت المستقبل اللي انت عايش فيه او منتصف عمرك او كثير من عمرك بالكويت القديمه، صح ولا؟ صحيح. من الستينات بالسبعينات الستين، انت ما في مجال تقدم شيء اليوم، لان الجيل الحاليه ما ترقب فيه، ليس ما ترقب به انت. انت اليوم ترقب بشغله واحده، يعني انت شنو؟ ترقب بشنو؟ ان زمن الطيبين، الله لا يغير علينا، احنا لما نعيش وين ابراج الكويت القديمه؟ قبل في شاطئ، وين الشاطئ هذا مثلا حطيته صخر؟ قبل عندنا شنو؟ المسلسلات القديمه، مسلسلات القديمة. هذا امر انتهى بالنسبه للشباب، فالفكر هذا ما عاد يبني دوله. انت اليوم اللي قاعد يصير عندنا شنو؟ يضعون وزراء، يعني انا اشوف مع احترامنا الشديد لهم، لكن انا رؤيتي يعني بعد سنوات من يعني خلينا نقول جميع انتقد واستمعنا لجميع الاراء، انا انت غيرنا بالدواوين وكل مكان، يعني وصلنا ان المشكله يعني يا في المواطن نفسه، المفروض الشعب كله يمشي يسكر بابه يمشي، المفروض يا فيكم انتم، صح ولا لا؟ لان 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 في يعني احنا قاعدين نشوف في بعض الاحيان وهناك الكثير من أفكار تقول إن المشكلة من المواطن الكويتي، صح صح مو صح، هم يقولون صح على الفكرة هذه، زين يعني تخليت لا تغرب وصواسك، هو صح في أفكار مثل هذه، مشكلة من المواطن الكويتي أو مشكلة في المواطنة أو مش أنتوا ناس مو زينة، أنتوا ناس ما شو اسمه، عرفت؟ يعني الفكرة كالتالي، الفكرة كالتالي، هذه الأفكار موجودة لانتقاد منو؟ وتحبيط المواطن بشكل عام، تحبيط المواطن بشكل عام، انك انت ما تصلح، انت ما تفهم، انت الخلل منك انت، انت شنو؟ انت عطنا احنا القرار، هم يقول لك شيء عطنا احنا القرار، لكن احنا اللي قاعد نقوله شنو هدف الديمقراطيه كلها والانتخابات والسياسات والدوله الحديثه غير انها شنو؟ ان يكون للمواطن الحق في القرار، الحق في القرار. ولكن احنا ولكن احنا يعني مثل ما قلت انه صار لنا 58 سنة والديمقراطية، صح، خلت الكويت التراجع، ما خلتها
التقدم. تقدم. شوف الديمقراطية شنو سوت لنا اليوم؟ ولا شيء. ولا شيء. ولا شيء. ولا شيء. ولا شيء. إيه؟ ما استفدنا شيء. فهل لنا معناته إن خلاص الديمقراطية غير صالحة للمجتمع الكويتي؟ أنا برأيي إن ترى إن هذا هدف حكومي أيضاً. هدف حكومي. هدف حكومي بحت هذا. زين. أنت هذا تنازع القيادة يعتبر. عرفت؟ تنازع على قيادة الحكومة مثلاً أو قيادة الدولة أو الخطط المبنية في الدولة. فاليوم أنت اليوم أيضاً من الحكومة يعني لنفصل تماماً. مشكلة مو بسيطة بالشكل يعني اللي ممكن يقول والله هذا صح هذا غلط. لا مو كذي المشكلة. المشكلة اليوم الحالي أن هناك أيضاً حكومة لا ترقب بالبناء أو إعطاء فرصة. وحكومة تملك قراراً بأن تغير توجه مجلس الأمة كامل ولكنها لا تريد أو لا ترقب باتخاذه. ليش؟ لأنها لها مصالح في هذا الأمر، سواء مصالح بشتى أنواع المصالح الموجودة، سواء مصالح التستر على فساد على سرقات أو حتى مصالح لمجرد أن يكون هناك أناس معينون مستمرون في مسك زمام حقائب معينة في الدولة. جميل. ولكن في المرحلة السابقة شفنا السلطة التنفيذية صح قالت يا جماعة أنا يعني راح أسوي رؤية الكويت 2035 وطبعا يعني مثل ما نقول إنزين المنطقة الشمالية ولكن احنا شفنا من يعني من الجانب الثاني السلطة التشريعية قالت لا احنا ما نبي هذا التطور لأنه ممكن راح يصير هناك فساد أخلاقي خمر وبكيني صح سمعنا بهذا الكلام صح فلما نحن قاعد نشوف اليوم السلطة التنفيذية ماضية في يعني نقدر نقول هذا الموضوع 2035 وتطوير المنطقة الشمالية ولكن من الجهة الثانية قاعد نشوف اللي قاعد يوقف في الموضوع هم السلطة التشريعية فشلون تشوف الموضوع؟ صح السلطة التشريعية اليوم الحالي يعني دائما لها مثل ما قلت لك مساء مصالح زين بأنها تمسك بزمام الأمور يعني في كل وقت مو غير بس التشريع كذلك التنفيذية يعني هناك مصلحة قائد دائما زين سواء كنائب سواء كوزير سواء دائما يعني من مصلحة أنه ما يوجه التيار الشعبي أو كثير من الأصوات ضده وكذلك في مصلحة ما شخصية أنه هناك طائفة من الناس ترقب بما يصرح هو به عرفت وقد تؤيد ما يصرح هو به وقد يعني يلقى نجاحا ويصل إلى مجلس الأمة عبر هذا التصريح اللي خلنا نتكلم بشكل عام يعني اليوم عمل التطور في الدول مو شرط يتعلق في لبس بكيني أو خمر أو السماح بالخمر صح ولا لا أنت اليوم تقدر تتطور بدون يكون في ذلك كله أو يفترض كذلك يعني أنت عملية تطور أنك أنت تكون ديرتك منظمة قانونين وزاراتك ما تحتاج معاملات الورقية هذه منك اللي أنت تحتاج مرات أو تطلع عيونك منها فعليا إحنا يعني في صعوبات يعني بالكويت على المواطن اللي يعني أنا شخص مثل الأشخاص لما معني محامي أروح المحكمة مرات إذا كان في يعني طلب مثلا من أوراق من وزارة معينة أو إجراءات معينة إدارية تحتاج الإعداد الورقي والتجهيز الورقي وهذا أكره نفسي فعلا ليش؟ لأنك أنت اليوم الحالي في 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 سوء إدارة زين هناك موظفين هناك مواطنين هناك يعني أفكار إبداعية أو خلاقة ولكن لا ليس هناك رقبة فعلية في التطور ليش؟ هناك عقلية جمعية وأسميها عقل جمعي أو فكرة موجودة عند كثير من الناس أن إحنا إذا تطورنا ممكن هذا يؤدي إلى فساد المجتمع فساد مثل كرة الثلج ممكن تكون اليوم فساد صغير وتدز كرة الثلج هذه تكبر فيصير فساد أخلاقي والمجتمع يصير منحل ويصير فيه اختلاط بالشوارع وحفلات ويصير فيه أغاني وشذوذ فأنت قاعد تشوف فيلم مرات يعني دراما يعني فيلم دراما تعتبر فعلا دراما هذا اللي قاعد يفكر فيه بالطريقة هذا لأن جميل لأن يعني مثل ما تقول الموضوع هذا راح يوديني حق موضوع ثاني نعم اليوم احنا عندنا من المفاهيم الخاطئة بالكويت ليومك يعني احنا بالكويت ما ندري احنا شنو بالضبط هوية الدولة شنو بالضبط هل احنا دولة مثل ما يقولون مدنية إسلامية
احنا شنو بالضبط نكن؟ احنا ما لنا دولة اسلامية ولا دولة مدنية. احنا شنو؟ احنا يعني خلط مخلط؟ خلط مخلط، ما يخالف، بس خليني اقول لك اياها بجواب واضح. ايه؟ اليوم الحالي احنا شنو نمشي عليه؟ الدستور الكويتي، صح ولا؟ قوانين مدنية، قوانين وضعية، سمها ما شئت، تختلف معاها، قلت لنا ان في نصوص مقدسة، ما قلت لنا في نصوص مقدسة، نصوص دينية، ايا كان، ايا كان، هذا موضوع ثاني. اليوم احنا عندنا دستور مدني، صح ولا؟ والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. عدل؟ اذا احنا كان نتكلم عنه دولة مدنية، مدنية، الاسلام مصدر رئيسي للتشريع، ولكن بيح. ولكن ولكن احنا عندنا في المادة الثانية في اول ثلاث كلمات دين الدولة الاسلام، فمعناته احنا بالكويت دولة صح. اسلامية صح، ولكن الدولة لا تصلي ولا تصوم. صح ولا لا؟ هل انت رأي الدولة تصلي وتصوم؟ لا، ما تصلي وتصوم. الدولة هي كيان افتراضي يبنى على افراد. الدستور يخاطب من؟ يخاطب دين الدولة، دين الدولة أو دين المواطن بقصد، زين؟ دين المواطن، دين المواطن، دين المواطن الإسلام، بحيث أنه يهدف إلى شنو؟ إيصال شيء ما بأن لا يكون هناك دين آخر للدولة، أو مثلا ممكن يفتح مجال يكون هناك ناس تنادي في دين آخر، صح ولا لا؟ زين، وأيا كان، وأنا أختلف. شو المشكلة؟ شو المشكلة إذا هناك يعني مثل ما تقول ناس ثانيين؟ اي انا اختلف بالنادي في معتقد في دين في انا اختلف مع ما نادت فيه الماده الثانيه من دين الدوله الاسلام. ليش؟ قلت لك انا ان الدوله لا تصوم ولا تصلي ولا تصلي. ممكن كان المشرع في ذاك الوقت لا اهدافه المحدده او طبيعه المجتمعات في ذاك الوقت. اليوم الحالي احنا نتكلم عن قضيه المواطنه. قضيه المواطنه لا تتعلق في دين ولا عرق ولا لون ولا مذهب ديني. اليوم المواطن يعني المواطنون سواسية أمام القانون، سواسية أمام القانون. إيه طبعا سواسية أمام المادة القانون. 29 من الدستور كذلك. شنو؟ أن هؤلاء المواطنين سواء يعني لابد أن شنو تحميهم الدولة وتحمي حتى حرياتهم الشخصية. الأقليات، الأقليات وبشكل عام كل مواطن هو متساوي مع الآخر. فإحنا اليوم الحالي لما نقول مثلا دين الدولة الإسلام مثلا، زين وفق أي مذهب؟ وفق أي مذهب؟ دين الدولة الإسلام وفق أي مذهب؟ طبعا ناس كثيرة تقول شنو مذهب الأغلبية. أوكي، بس إنه في هناك ناس ثانيين عايشين في الدولة، صح ولا؟ هل يعني إن ذلك تطقى عليهم مثلا؟ أو هل يعني ذلك إنك أنت يعني تحاول مثلا تسنين المذهب الجعفري أو المذاهب الأخرى أو أيا كان أو الديانات الأخرى؟ لا طبعا. فإحنا نتكلم مفاهيم الديمقراطية بشكل عام، مفاهيم القانونية، مفاهيم فلسفية، فلسفة القانون. وجود احيانا الدستور ينظم شيء ما في زمن ما لا يعني انه شنو يعني صالح ل 500 سنه قدام. هو قانون وضعي لابد ان يتطور ويعني يعدل دائما. الفكره كالتالي، الفكره اليوم الحالي ان احنا لدينا قانون مدني في الدوله. نحن كنا نعيش يعني في ظل دوله مدنيه، ليست دوله اسلاميه. ليست دوله اسلاميه، ما في دوله اسلاميه. زين، دوله اسلاميه هذه كان ايام يعني قبل 1000 سنة، 1200 سنة. اليوم الحالي لا توجد دولة إسلامية، توجد دول مدنية، العالم كله اتفق على ذلك. يعني الإسلام أصلاً ما في دولة اللي هي الثيوقراطية بشكل عام، صحيح. لا توجد به دولة دينية، يعني دولة دينية دولة الكنيسة. فبطبع دولة مدنية، الإسلام بطبع دولة مدنية، وفي أدلة على ذلك، ولكن إحنا مو صد نقاش ديني. الفكرة كالتالي، اليوم في ناس كثير يجون يقولون إن احنا ديننا الاسلام، فاحنا دوله اسلاميه، لا نقبل في الاختلاف، لا نقبل في افكار شاذه عن مجتمعنا، عن عاداتنا، عن تقاليدنا، شجره الكريسماس، ايا كان موضوع هذا. الفكره اللي انا اقولها اليوم او اقولها حق هذا الشخص، هذا كلام غلط، كلام غلط، هذا كلام ما يمشي. شو ما يمشي؟ انت اليوم الحالي قاعد تعيش ضمن مجتمع متعدد الالوان. جميل جميل، انا زين ما راح اقاطعك، ولكن احنا من قبل يعني تقريبا من قبل كم يوم شفنا المجتمع ثاير في موضوع الشارات الكريسماس، ويقول لك ان احنا مجتمع محافظ، وهذا الموضوع الشارات الكريسماس يعني شيء هو المفروض يعني المفروض انه هو يعني ما يكون موجود بالكويت، لان احنا بالكويت دولة محافظة. شلون تشوف هذا الموضوع؟ يقولوا ما شاءوا المعترضون، ولكن
احنا مو مجتمع محافظ. احنا مو مجتمع محافظ. مو مجتمع محافظ والدلاله على ذلك. شلون؟ الدلاله على خليك نتكلم، اقول لك اوضح لك شنو موجود في المجتمع. انت اليوم في هناك المحجبه والغير محجبه. صح ولا؟ هناك بالكويت شنو؟ اللي يلبس دشداشه واللي يلبس جنز وبنطلون ويلبس صح ولا ثياب اخرى. في هناك يعني اللي يختلفون في كل شيء، في هناك احزاب، في هناك يعني احزاب سياسيه مختلفه، احزاب سياسيه يعني دينيه ايضا بعد موجوده. زين تختلف ما بينها، هناك تيارات ليبراليه، هناك تقدميه، هناك يعني ثقافات مختلفه. ثقافات مختلفه فاذا وليس ثقافه واحده، وليس ثقافه واحده. القول ان احنا المجتمع محافظ هذا يعني قول ما هو صحيح، ما هو صحيح. والدلاله على ذلك ان في كثير او اطياف او كثير من الناس اعترضوا على ازاله شرط كريسمس من احد المجمعات التجاريه في الكويت. صح ولا لا؟ وفي ناس كذلك ايدوا الفكره. صح. وفي ناس يعني تأييدهم ومعارضتهم مبنيه على افكار في ثقافه معينه عنده هو، او ثقافه دينيه، ثقافه بيئه معينه عنده ما يسمح في هذه الافكار كلها. اللي انا اقوله احنا مجتمع ليس محافظا، وكذلك كلمة محافظ لابد أن تحدد محافظين في ماذا تحديدا. محافظين هم يقولون أن إحنا ناس محافظين على الإنزين، على يعني مثل ما يقولون على تقاليد، إيه عادات التقاليد إنزين، ويعني في هذا الموضوع يعني أنا شوف يعني العادات والتقاليد ليس متفق عليها. القضية الأخلاقية في المجتمعات بطبيعة الحال ليست متفق عليها. الشيء اللي انت عندك غلط او باسرتك تعتبره غلط ليس من الضروري ان يبقى عند الاسره الثانيه بشكل صحيح، او ليس من الضروري ان يكون المواطن الاخر يتفق معك في فكرتك. ممكن يتفق معك في فكرتك ولكن يعني يختلف معك بجذور تأييد هذه الفكره. اللي انا يعني اشوفه اليوم الحالي موجودين ان لا توجد هناك يعني دوله محافظه، دوله اصلا قاعد تعيش يعني احيانا في وجهين. كثير من الناس اللي يطالبون في منع الاشياء او تحريم الغناء يستمعون ويسوون ويشوفون صح ويعيشون، ولكن هم يعني عاشوا في كان هناك انفصال اخلاقي وانفصال في 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 في, في تكوين المعرفي. يعني ممكن بالظاهر يخالف الحقيقه ولكن في الباطن قاعد يعيش هذا الشيء. كذلك انا اليوم احب يعني اوضح نقطه وحيده، يعني اليوم منو انت تفرض علي وصايتك العقليه؟ من انت لتفرض علي محافظتك او تقاليدك وعاداتك؟ ما يصير تفرض على احد عاداتك وتقاليدك. اذا كنت تقول احنا نعيش في مجتمع كويتي، مجتمع مسلم محافظ اسلامي ايا كان، ولكن المجتمع اليوم كم عدده؟ مجتمع ما عاد عدده 50,000، وقريه صغيره وجبله وشرق والجهره وايا مرقاب وطاس. ما عاد هذا الكلام. انت مو قاعد بخيمه او مجموعه، مو قاعد ببر شو اسمه صح ولا مخيم ومخيمات يم بعض قاعدين. انت اليوم مجتمع دوله من اكثر قوامها، عدد سكانها اكثر من 4 ملايين نسمه. اليوم في قوانين وفي اديان وفي ناس ومختلفين معك وفي اشكال. هل انت تتوقع ان الجميع يفكرون مثل ما انت تفكر، او جميع الناس يكونون ذو لون واحد، ذو فكره واحده، نفس عاداتك وتقاليدك انت؟ اليوم انزين، اليوم عادات مثلا البيئه القبليه مثلا ممكن تختلف عن البيئه الحضريه من ناحيه البيئه صح ولا، او من ناحيه تكوينها في البدايه ممكن في عادات معينه تختلف مثلا زي ما عندنا، لا هي غلط ولا هي صح، ما تقدر تقول ان هذه صح ولا غلط. كذلك ممكن تختلف ما بين شنو، بين بيئه او اسره ملتزمه دينيا واسره غير ملتزمه دينيا، اسره من مذهب ما ديني تختلف مع اسره مذهب زين. اليوم الحالي عندك انت يعني اليوم عندك اليوم يعني تكوينات واختلافات كبيره في المجتمع، اختلافات كبيرة. انت كيف تفرض تقول ان الدين الاسلامي زين هو عاداتي وتقاليدي؟ ولكن من يعني الناحيه الثانيه الناس يشوفونها من منظور ديني، يقول لك انه زين اشاره كريسمس هي قبل يعني أن نوضح شرة كريسمس محرمة. صح، قبل أن نتكلم بس اليوم العادات والتقاليد شيء والدين الإسلامي شيء، إنزين، والفكر الديني شيء والمقدس بالدين شيء آخر. أوكي، ليس كل شيء موجود بالدين هو مقدس في النهاية. هناك ما هو من الفكر مختلف عليه وما هو من أصل الدين ليس مختلف عليه. كذلك العادات والتقاليد اليوم الحالي يختلف عليها، وفي ناس عندها عادات تختلف عن الآخرين، وفي أسر تختلف مع أفكارك عن العادات، لكن ما يعني يعطيك الحق أن تفرض وصايتك على خلاف ما قلنا. اليوم شرط كريسمس هناك ناس اتفقوا مع وجودها وقالوا ممكن في أديان أخرى موجودة من حقهم أن يحتفلون، في بعضهم قالوا لا
احنا نعترض على هذه الشجره لاسباب دينيه، بعضهم لاسباب ثقافيه، بعضهم قال هم ليش ما يحطون هناك، انا اختلف عليه ليش انهم ما يحطون مثلا فانوس رمضان واشياء الدينيه، احنا ما نحط عندنا. انزين يعني اللي احنا نشوفه من وجود شجره كريسمس انه سبب ترعب في هذا المجتمع. احنا مشكلتنا على مدى عوام طويله ان عندنا ناس يحرمون كل مظاهر الفرح، كل مظاهر الفرح حرام، كل مظاهر غناء والمسرح حرام، اللوحه هي مرعبه لازم نشيلها، الفن التشكيلي حرام، الصور حرام حرام حرام. فاحنا عشنا في دائره من شنو من الاكتئاب والمحرمات، ويعني تردى بنا الوضع يعني كثيرا، حتى الندوات الفكريه حرام 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 حرام. انا بصوره ان اليوم الحالي حتى الفلسفه والندوات الفكريه والسياسات العامه واي شيء، انت اليوم اساس تاتي بشيء جديد لابد انك انت تختلف عن السابق. إذا هؤلاء المؤيدون لنظرية الحرام والما يصير والممنوعات والممنوع والتشاؤم والبكاء والنواح، إذا كانوا هؤلاء نفسهم إذا يعني لا يؤيدون أصلاً المختلف، فكيف أنت تتطور أو تنظر منه أنه يتطور في بلدك أو يتقبل جديد؟ صحيح، وما يتقبل ليش؟ وفقط يكون هناك عنده ممنوعات ممنوع ممنوع التطور اللي بزيد أو بضيف عليه كذلك. إنزين شجرة كريسمس اليوم ما يعني أنك أنت راح تروح تصير مسيحي إذا شفتها، كذلك ما يعني ان كثير المسلمين مثلا ان قاعد يحتفلون فيها ويحتفلون في اعياد الغير مسلمين، ما هي ذلك. الانسان احيانا يبحث عن اي شيء او اي مناسبه ليفرح ليبتسم ليضحك، صح ولا لا؟ كذلك انا اشوف يعني البيت الابيض الامريكي يحتفل سنويا ويعد مائده افطار للمسلمين، صح ولا لا؟ الرئيس الامريكي نفسه. في كثير من شوارع اوروبا وبلاد اخرى عندهم فوانيس رمضان وعندهم مسلمين والناس تحتفل، انت مو شرط تحتفل معه او تقدس هذا الشيء، ولكن اعتقد انه من باب الحريات الشخصيه وحريات الناس ان توضع هذه الشجره موجوده، ما تعني يعني اهداف دينيه، ما تعني اهداف دينية او تهديد ديني، ما هي مجرد شنو؟ يعني مناسبه لغير المسلمين، مثل ما انت قاعد تحتفل ببلاك فرايداي اساس تحصل على خصومات في المواقع، كذلك يعني قلت هني ما يعني انت هني قلت تشبهون بالنصارى وغيره ما يصير، لكن هناك في كثير من الاشياء انت قاعد تسويها وما قلت فيها نفسهم ولا قلت ان فيهم يعني احتفال نفسهم او تشبه نفسهم. الفكره كالتالي، الشجره انا اؤيد وجودها، انا ما احتفل فيها لكن اؤيد انها موجوده، يعني هي ما قاعد تسبب ضرر. بالاضافه يعني فكره ان احنا ننظر الى هذه الشجره كتهديد ديني، يعتبر الدين يفترض أن يكون أقوى من كذي. زين الدين يعني الدين هو أقوى من كذي، ما يهدد دينك، ما راح يهتز من الشجرة من شجرة بهذه الطريقة. بالإضافة إلى أن يعني لا تبحثون عن أسباب لزيادة اكتئابنا، روحنا مجتمع مكتئب في العادة، يعني مجتمع ما عندنا يعني فترات طويلة محرمة فيها المسرح، أنا ممنوع أحيانا حتى في رأس السنة يكون في حفلات في الكويت، أنت تدري لغوا على فنادق كانت تجيب فنانين ومنعوهم، صحيح ندوات السبعينات ثقافية. صحيح لا لليوم الحالي يعني هذا موجود، مو بالسبعينات، السنوات الماضية قليلة يعني كانوا يمنعون صراحة كذلك ما شفت. تمنع الندوات الثقافية، تمنع المسارح، أحيانا يقول لك والله أن هذا الشخص ضد الدين، هذا الشخص الغناء يمنع، ليش؟ يقول لك والله احنا ضد الاختلاط في هذه المسارح. فاحنا ليش ندور مسببات زياده يعني دام ان بروحنا ما عندنا ترفيه يعني، صح ولا على الاقل خلينا تكون الشجره هذه ترفيه لكثير من الناس اللي تمر عليها مجرد تبتسم وتمشي، صح ولا لا؟ فالفكره ليس دائما يجب علينا ان نضع لكل شيء افكار دينيه، لكل شيء منبع ديني، حرام حلال حرام حلال، يعني انا اشوف الدين مو بهالطريقه. جميل. انا الحين باقي لي دقيقه واحده وانت عندك الكلمه الاخيره. أنا أتمنى يعني أن يكون هناك تسامح في المجتمع، خاصة مع شجرة كريسمس، يعني إعدامها ممنوع بالشكل هذا، أو يعني وكذلك يعني كثير من الأفكار الموجودة والناس يعني لازم الناس تعتقد أو تتصور المخالفين أو المحافظون أسميهم أن ما هذا المجتمع صغير 30,000 20,000 نسمة أو فريج واحد، مجتمع فيه كثير من الثقافات وكثير من الألوان وكثير من يعني الأفكار الموجودة، لابد أن شنو نتقبلها، أو إحنا باليوم الحالي راح نعيش طول عمرنا في صراعات ضد الرأي الآخر. جميل، شكرا لك المحامي أسامة السند. حياك الله. شكرا لك، وراح انتقل والحين أنا راح انتقل إلى زميلي بو عيسى وسوشيال واتشر، المايك لك. ما
مشكور عزيز معطينا اليوم يعني على الوقت، ما قصرت، يعطيك الف عافيه. مسي عليكم اخواننا المشاهدين، ونرحب فيكم في حلقه جديده من برنامجنا في سوشيال ووتشر. اليوم راح نتناول معكم بعض المواضيع اللي اثيرت خلال هذا الاسبوع من خلال استعراض يعني ابرز ما نشر عنها وتفاعل الناس معها، ومن خلال هذه المنصه اللي تهدف بالاصل